FM. الكلمة ليك. أعطيني ما يثبت معناتها الأدلة في تونس، الأدلة. بحاجة إلى أدلة. أنت أعطيني الدليل يقول لك أعطيني الدليل على الدليل هذا. فهمت هذا صاير. أنا تو خلينا مش عاود الموضوع عصام وباش نعاود ونرجعوا له حتى يروح عصام، مش مشكل أنه عصام يخرج من الحبس ولا من الإيقاف. المهم هو أنه تيقف المعاملات هذه. احنا علاش انا قلت انه عصام دردوري هو الحلقه الاضعف في الموجودين تو، وذاك علاش الامنيين يقع ايقافهم، لانهم الحلقه الاضعف. انا نتحدى النيابه العموميه وانا توقف واحد من مرتين، نتحداهم انه وقفوا واحد من اللي يجي، انا يجي واحد سياسي ولا واحد ما نعرفش انا ولا ينتمي للصحافه اللي وراه، احنا تو اللي وراه قبيله ما يوقفوش. اللي ما وراهش قبيله ما نجمش يوقفوه. شو معناتها وراهم قبيله؟ وراه قبيله، وراه حزب سياسي يا خويا. دائما انا خويا جيب لي وقف لي نتحدى النيابه العموميه توقف اللي هزم اللي حول مليون دولار. هذا زاد مش معروف اسمه. واللي زناب مال الشعب في شيراتون ما ذا ما يتوقفش. الكلمه ليك.